إذن يبدو أنها حملة ضد التبعية الثقافية في الجزائر، تلخصت في رفض البعض لاستخدام اللغة الفرنسية في الحياة اليومية، وكذلك رفضاً لاستخدامها من قبل بعض المسؤولين، وهو ما أثار استياء الكثير من المدونين الجزائريين ودفعهم لإطلاق حملة أو هاشتاج تحت اسم الفرنسية ليست رمز التقدم، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً في الجزائر على مدار الأيام الماضية، ولكنه عكس بالتأكيد جدلاً بين أوساط الجزائريين حول تلك القضية. إذن لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر سكايب من مدينة وهران المدونة حكيمة عيادي. أهلاً بك يا حكيمة. أهلاً، السلام عليكم. عليكم السلام. حكيمة، أبدأ بسؤال مباشر يعني ورد إلى ذهن الكثيرين. هذه الحملة جاءت متابعة لحملة سابقة لها بقليل، وهي حملة ضد تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر. هل هي حملة ملتصقة بسابقتها؟ هي ملتصقة، بس أنا برأيي الترتيب راح يكون هذه مش ردة فعل على على تصريحات الوزير، بل العكس. احنا كشعب وكحكومة في خطوة نحو الأمام لتعريب المجتمع الجزائري، لأنه بحكم 30 سنة استعمار فمجتمع إسفنجة يمتص أقل شيء لغة. من هناك أعتبر تصريحات الوزير ردة فعل على الخطوة وليس العكس. طيب يعني اللغة الفرنسية يا حكيمة، اللغة الفرنسية موجودة بالجزائر، تستخدم بتوسع كبير، وذلك منذ الاستعمار الذي حصل في الجزائر. هل نعتبر هذا التحرك استغلالا لمنصات التواصل الاجتماعي والمتاحة للشعب بعمومه لتغيير ثقافة حاول المستعمر أن يزرعها؟ أنا الهاشتاج صراحة أرى خطوة ممتازة، يعني هي لتوعية الشعب، بس أنا مشكلتي مش في اللغة صراحة، أنا عندي رأي آخر. إحنا كشعب جزائري، أنا أتبنى مقولة الكاتب الجزائري الكاتب ياسين، يقول اللغة الفرنسية غنمة حرب. المشكلة ليس في اللغة، المشكلة في التبعية الثقافية والسياسية. طيب يعني كيف تقيمين التبعية الثقافية حتى الآن؟ يعني حتى الآن ما زال اللباس الجزائري التقليدي موجود، يعني والثقافة الجزائرية والتراث الجزائري موجود، يعني ما هو التأثير الذي وضعته فرنسا حتى يعني يتضرر منه المواطن الجزائري إذا لم يكن اللغة؟ هو في تيارين، الشعب الجزائري تقسمه إلى قسمين، قسم شاذ في العادات والتقاليد وفي الثقافة وفي اللغة، يتكلم إلى العربية، وتيار آخر مفنط يرى في الفرنسية تقدم، يعني لما يجي خاتمك مثلا يسبك أو مش يسبك أو يلومك بالفرنسي، معتبرها رمز قوة. صار في تيارين، وإن شاء الله إن شاء الله التيار المحافظ هو اللي يغلب. أكيد في كمان حملة للبس التقليدي، كان فيها هاشتاج مع الحفاظ على التراث، هذا كمان رد على التبعية الثقافية للفرنسا. طيب يعني حكيمة، البعض يرى أن اللغة الفرنسية أو هذه الثقافة التي ربما يرى البعض أنها اندمجت نوعا ما مع الثقافة الجزائرية، يرى أنها اندماج للحضارات مع بعضها البعض. هل تراعون هذا الجانب بالحفاظ على اندماج والتبادل الثقافي بين الجزائر والتاريخ الأوروبي أيضا؟ أنا كشخصي، أنا صراحة أعتبر اللغة الفرنسية مكتب وغنيمة، أنا أقولها ونعاودها، أنك تتقن لغة ثانية مثلما تتقن لغتك الأم، هذا شيء عظيم. المشكل في الناس اللي تتواصل في الشارع بالفرنسي، أنا ضد. أنا مع أنك تتقنها تكتب فيها مثلا، لأنه إحنا الإدارة مصنفة مثل ما تعرفوا، كل إدارة عندنا في الجزائر مصنفة، بس التواصل أن يكون بالفرنسي هذا شيء مرفوض جمهور تحصيل.
طيب حكيمة، نذهب إلى زاوية أخرى، يعني ما هو، أنت مدونة الآن وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والإنترنت في الجزائر، تتابع وتقيم الوضع، كيف يتعامل الجزائريون من خلال هذه المواقع؟ ما هو التقييم الكلي لهذه الحملة حتى الآن؟ حتى الآن هو التيار المعرض بغالب، يعني جربنا بكل طرق، أنا لأنني أنا بعتبر حالي من المشقة الثانية، أنا أحاول أفهمهم إنه اللغة الفرنسية مكتب وأبدا ليست عيب، هذا أقل شيء بعد 130 سنة، أقل شيء تأخذ اللغة، وهذا كمان مكتب لأنه في 4 ملايين جزائري عايشة في فرنسا وأخذ الجنسية، معناها شئنا أم أبينا في هناك امتزاج بين المجتمعين. هل بدأت حكيمة، نذهب إلى سؤال آخر، يعني فقط تواصل بالفرنسي. نعم، نذهب إلى زاوية أخرى، الآن هذه الحملة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، هل سبق هذه الحملة حملات أخرى على الأرض من خلال ربما وقفات أو العمل من خلال بعض المعاهد وبعض الأذرع في الدولة كوزارة الثقافة مثلا؟ لا، هو شيء رسمي، لا يوجد شيء رسمي إلا تحركات شعب. أنا مثلا عندي أخي في البيت معرب، بس أحكي كلمة فرنسية طب يقول لي ما نجاوبكش حتى تحكينا عربي، هذا مثال في بيت جزائري يعني. بس كخطوة من خلال الحكومة ما في ولا خطوة، بالعكس هو في الجيل الحالي بالجامعات وبال الو. نعم، ابقي معنا، ابقي معنا حكيمة، اتضحت التربوية وهيك. نعم، سنعود لنكمل النقاش. نعم، سنعود لنكمل النقاش حكيمة، ابقي معنا، نذهب الآن لنتابع بعض من الآراء التي جاءت على تويتر عبر هذا الوسم أو هذا الهاشتاج ونستعرضها. هذا الحساب باسم حبيب العراق والجزائر يقول: الفرنسية ليست رمز التقدم، لغتك هي هويتك، فلغيرها لا تستسلم، ابني بنفسك حضارتك وإياك أن تهدم بتخليك عنها، تعلن أو من خلال تخليك عنها تعلن الهزيمة، وبتمسكك بها أنت من تهزم وليس العكس. نذهب إلى التغريدة التالية لهذا الحساب باسم حكاية جميلة أقول: الفرنسية ليست رمز التقدم، كونها تستعمل من طرف البعض للدلالة على مستوى اجتماعي أو انتماء فكري معين لا يعيبها في حد ذاتها، هي وسيلة ليست بديلاً. نذهب إلى التغريدة التالية إذن لحنان وتقول: التخلي عن اللغة، لغتك ولغة دينك وتحدث بلغة ثانية ظنا منك أنها حضارة هو التخلف وجهل في حد ذاته، هذه هي نظرة حنان لهذا الموضوع. أما صبرين فتقول: هي لغة كغيرها من اللغات، ما كانش عيب إذا تعلمناها، العيب هي تولي أو العيب هو تهدر بها في بلاست لغتك، يعني هي لم نفهم تحت النكنة ماذا تقصد بهذا التعليق. نذهب الآن لنستكمل النقاش إذن مع حكيمة. حكيمة، استمعت لي التعليقات، ما هو تعليقك على مجملها؟ أنا أكتب آخر تعليق. آخر تعليق يعني نعم، صبرين صبرين رأيها من رأيي. الفرنسية لغة كأي لغة، أنك تتعلمها هذا شيء عظيم، لكن المطلوب هو التواصل بها بدلا لغتك الام وضم شخصيتك. هذا ملخص تغريده اخت برين، اشكرها فيك. طيب انت الان ايضا سؤال يعتمد على مجالك كمدونه الان، ما هو نسبه التدوين باللغه العربيه مقابل التدوين باللغه الفرنسيه بالنسبه للجزائريين؟ لو تسألني على تويتر كل الجزائريين معربين على تويتر، لأن كل حصتي نعملها بالعربي. عندك 2% ممكن مغاربين بحكم عندي جروب وكل يوم أعمل هاشتاجات، عندك 2% يغلطوا بالفرنسي ما تبقى بالعربي، بس على الفيسبوك عندك 90% من الشباب يتواصلوا بالفرنسي. طيب هل تعتبري وجود مثل هذه الثقافة في بعض الدول، ليس في الجزائر فقط، يعني بعض الدول
وقعت تحت أيضا حالة من الاستعمار من قبل دول أوروبية أو دول مختلفة، هل تعتبرين أنها قامت بعمل حالة من الاندثار للثقافة العربية؟ يعني هذا الشيء ما قدرش ننكره، أي بلد يستعمر أكثر من قرن من طرف بلد ثاني فكتلة المجتمع بالتالي استنزا ينقص ثقافة الآخر، وأقل شيء اللغة هي آخر شيء نحكوا عليها. المشكلة في الاندثار الثقافي، أنك تكون تابع ثقافيا وسياسيا هنا المصيبة تكمن. طيب حكيمة، بالنسبة ل يعني سهولة انتزاع الثقافة الفرنسية من الدول التي تأثرت بهذا الاستعمار، أو الثقافة الإيطالية أو الثقافة الإنجليزية، سهولة انتزاعها مرة أخرى والحفاظ فقط على الجوانب الإيجابية، هل هو من السهل انتزاع هذه الثقافات بعد يعني أن توغلت في هذه الشعوب؟ يمكن أكثر من نصف قرن الاستقلال نقدر نقول لك أنه المجتمع الجزائري اختار 60% كخطوة إيجابية نحو التخلص من التبعية، هذا واقع، أحكيك واقع، لأنه في رغبة من الشعب وخاصة الجيل الحالي يرفض، يقول لك لغة المستعمر ولغة الكاسر ما نهضرش بها، وحتى الثقافة لو تمشي في الشارع في يمكن 70% من البنات محجبات، بمقابل 30% لسه محافظين على إذا هناك حافز كبير ودافع كبير من قبل هذا الجيل الشاب الآن للدفع بالاحتفاظ بالهوية الخاصة بالجزائر واللغة الخاصة بالجزائر ومحاولة إخراج هذه الثقافة، ثقافة المستعمر كما يقولون. حكيمة ابقي معنا، نذهب الآن إلى نتيجة الاستطلاع الذي أجريناه عبر حسابنا على تويتر، ويقول السؤال الذي طرح في هذا الاستطلاع: ما رأيك في تفشي استخدام اللغات الأجنبية بالوطن العربي؟ جاءت نسبة التصويت 67% لصالح أنها ظاهرة ستؤدي إلى إهدار الثقافة واللغة، بينما رأى 24% أنها انفتاح على ثقافات أخرى، في حين غرد نحو 9% بآراء أخرى قمنا بعرضها خلال فقرة النقاش. أذهب بهذه النتيجة إلى الضيفة حكيمة للتعليق عليها. أنا أنتمي إلى اللغة 24%، هو انفتاح وليس هو انفتاح، يعني لك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول لك من تعلم لغة قوم أن نصرهم، أين المشكل في أن تتعلم لغة وتتقنها؟ بالعكس هذه نقطة قوة مش نقطة ضعف أعتبرها أنا. فقط أنا تعليقي الوحيد أنه اللغة الفرنسية والإنجليزية راح ينقصوا بعد أقل من 100 سنة. نعم، هذا ما تري في المستقبل بالنسبة لهذه اللغات. لا هذه دراسات، يعني أولى منا هلا ندرس اللغات الآسيوية لأنها راح بعد 100 سنة، اللي يقول لك العلماء أنه هي اللي راح تطغى. طيب نذهب إلى آخر سؤال يا حكيمة، يعني هل هذه الحملات في النهاية ستؤدي إلى تغيير واقع على الأرض؟ وهل سبق لحملة مثلها أن غيرت في شأن ما في الجزائر؟ حملات مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الافتراضية، هل غيرت في الواقع وهل ستغير في هذه الزاوية التي نتحدث فيها؟ أنا تغير هي حتى مدونين، يعني ما يكونش 5% من هذاك البلد، هي محاولة، هي خطوة، هي نسمع منا ما قبلها اشتاقت على نظافة الشوارع وهيك وهيك، هي أكيد في تأثير ما فينا ننفي، بس إنك تتغير يعني لازم تجاهد، لازم هاشتاق واثنين وعشرة، ولازم تحركات في الجامعات في المدارس، لازم توعية، ولازم يعني تويتر وسيلة من وسائل للتخلص. نعم، شكرا لك حكيمة المدونة، كنت معنا من مدينة وهران بالجزائر. إذن مشاهدينا بهذا تكون حلقة الليلة قد انتهت، تذكروا دوما أن تراسلونا بالآراء والقضايا
لعل واقعا ربما يتغير من خلال وسم أو من خلال هاشتاج. إلى اللقاء.